هنا قرية تملان، هنا كانوا، من هنا مروا، ها هنا دفنوا. ما تنظرش الناس اللي شوابين كيما حالي ولا الفئة اللي طالعة الشباب، واه الشباب سيدي، ما عندوش الشباب عنده وجهة، النقل وجهة ديالو هو ديال أوروبا، ما عندوش هنا. إسهاما في النبش في الذاكرة والذكرى، في ملامح المكان والشخوص، وتقريب زوار الموقع من القرية ووضعهم في قلب المنطقة من خلال الحديث عن تملال، حاضرها وماضيها. نستعرض عليكم هذه الأشرطة القديمة التي تسرد قصة تملال على لسان رجال، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. استحضار تاريخ القرية العتيق ضرورة ملحة، اعترافا بأفضال تملال ورجالاتها على منطقة زايد والنواحي، ومن أجل المحافظة على التراث لتتداوله الأجيال الحالية والقادمة، حماية لتراثنا وهويتنا الثقافية. المهتمون بتاريخ المنطقة يقدرون القيمة العلمية والتاريخية لقرية تملال، خصوصا في النصف الأول من القرن الماضي، بكونها كانت محجا للراغبين في حفظ القرآن الكريم، وقبلة لطلاب العلوم الشرعية وقواعد اللغة العربية من جميع مناطق الجهة الشرقية، ابتداء من سواحل كبدان المتوسطية إلى ولادستوت جنوبا، ومن أنقاد وبنيز ناسن شرقا إلى قبائل الريف غربا. كانت كذلك منشأ للعديد من الشخصيات التي عرفتها وتعرفها مدينة زايو. هذه الحلقة نستعرض حديث الأستاذ المرحوم الحاج البشير شوراق والسيد مصطفى التملالي، يتحدثان عن تاريخ المنطقة وتأسيس مسجد القرية. أنا جاء زايو 49، كتقول 49 50 تمنات، قبل 49 كتقول هاد الجامعة كانت اللي كيقول سي الحاج لا تقول لك في عام 36 جا سي محمد عمر، واش هاد البلاصة المسجد كان كيتصلى فيها الجمعة؟ إذا ما كانش المسجد في زايو. لا لا لا، كان طيب شوف هنا زايو اللي كان ساكن فيها،
كان فيها واحد اسمه اللي كتبوا كان تاع قابوليا هو كان فيه واحد اسمه بوسو بوسو واحد اسمه فاطمه برا راه عندها ولد عندها واحد اسمه احمد مات عندها بنت راه كتخلص في التلفزه الروسيه هي بنت كتخلص مستوى فانا مستوى لا لا مسعود مسعود لا مسعود كيما بدي الان بالنسبه لبكري هذا كيتسمي خلايا من دين وكاين ذاك هذا الاخر العزوزي ذاك ولد مسعود كان عندك الكحل راسه كان قلت انا السينما ما كاينين دابا كان صاحب الاخر كنت كان واحد ممارس كان اسمه السعود وكان ذاك واحد اسمه العنوري ماشي ما كيديرش العنوري مع الطيب عنده الجبس اللي عم تدان جدار منه سعدت أحمد والمختار كاين واحد اسمه ما عرف نسيت كان ساكن فيه عندك السيد واحد سي محمد اللي كيدير السنان شوفوا علي الله مريض فادي علي الولد شوف الحل تاع علي الولد فادي تاع فادي صافي صافي عرفت كاين واحد عندك على الكاميرا كان ساكن في 3000 حنا كانت كان يدير واحد خدام مع السلطه ديال واحد كان عاود شويه كان ينفس الزر هذا اللي كان الشاوش الشاوش كان واحد اخر معاه عنده ولد راه عيان عيان هذا اللي كان هذا اللي كان ينعس كل شيء كان يدير التجاره العشية تروح ما كانش حتى شي واحد ساكن له اللي كان يقول باش نسكن مع النصارى ولا ما كان فوقاش كاين عزو هناك لحد اللي يصبح الاثنين شي واش بنيت ناس نسوقو ولا لا العشاء ولا ولا كذا لكن الوقت واش كان الجنة مراقبة المستقبل واش كان المسجد يعني ملي كان المسجد الطرارة زي الفريق واش لعب شي دور في التوعية من أجل مقاومة الاستعمار ذاك الوقت واش ما كنتوش قدرت تشوف ولا تقول واش كنت معطيهم شي حاجة واش لا غير تشجيعات واش كان كيشجعوا باش يقراوا ولا كان مراقبين يعني من هذه الشي حاجة بالنسبة للسياسة بالنسبة كاين حنا قلت لك الاصلاح الوطني بالنسبة لنا ولكن هما كانوا خدامين ولكن ما تعرفوش تعرفوا ذاك الوقت كان الوالي كان السي محمد بن عمار زعما تقول المسجد واش لعب شي دور واش كان شي اختيار واش كان شي توجيه واش كان ما عرفتش كاين ما كناش عارفين فوقاش عرفنا هذا الشيء السياسة حتى مشي لها القانون 51 52 عادي ما تعرفش ولكن كان يجي من تانا كان هناك واحد مسؤول عن ستوت اسمه السي محمد بن عمار هذاك هو اللي كان يقول لي كان ينشر هذه المباني ولكن شحال واحد كان ينزل الحال من المنبر ينزل الحال من الصغير يديروا الحال شحال كان هذا حتى جا نسيت اسمه واحد الوكيل عاد بدات شويه السياسه ولكن كانت تفتح له عاود السياسه منين جات كتشوف من هنا تطور جاب موجود الناس قلت هذا هو البحر سمع عندي حادوش اللي مات هذا اللي حتى واحد ولد عم السي واحد اللي عنده الفريتي هذا ما تعملش منين جاب هذا الفكر؟ كان يقرا في تطوان لا كان يقرا في شي دلوقتي جيت بالك داك الشيء اللي كان يقول لك من ما تغلى داك الشيء اللي كان يقرا لا من هناك لما جاو لهنا بدا كيخدم شي اتصل تطوان اذا اول منطقه عرفت السياسه هو زايد بالنسبة لنا بدأت المقاومة شكون اللي أول اللي هربوا زاي ما الآخر ما كانش عارف المهم زايهم اللي عطينا بديهم بالناس خلي صحاب هكذا ولكن الناس الثانية بدلوهم يعني عطينا المقاومة صحابهم ولا كان معاهم الحمد لله ولكن بقى بيهم هذول اللي اتصلوا نعم الجبل كان اتصلوا صحاب كان فيه السياسة من بيت محل الاستقلال احنا كان حزب التطوير ولكن خاص بالتطوير في الاسلام التونسي بدات من 53 مارس في محمد الخميس بدات السيد عبد ولكن فين كان مقام اجتماعات كاين مشي الناس واحد مشي يعني اجتمع فرنسي ورقه صغيره مكتوبه الى فاق معك سبين ولا فرنسي كلها ما ولد فين كان يجتمع غير بالنسبه للتاسيس تاعنا ماشي اجتماع حتى عشان مثلا كان يجتمع مع محمد الهادي ولا ولا سي مصطفى الحاج الوقيته اللي كانت في هذا الجانب في الثالث واش الاول شي الثاني شي الثالث ولا انا غادي الوقيته اللي عندنا السنه اللي كانت فيها تحكي لنا الوضع كيفاش كان المسجد والطور اللي كانت فيه في السن ديالي لانه شت اول ما تمشي جابوني
شي حد من العائلة في يوم الجمعة. كانت في السن ديالي تقارب انه ثلاثة السنوات، من 55 ل 58. كان واحد السيد هنا راه توفى، كان كوافور حلاق. إذا حسنت ومشيت من هنا، داوني لأنه في الأقل ديالي أنه شي حد عطاني ريال، وريال كان يساوي واحد الشيء. ولكن في الأقلام، لأنه فاش بديت القراءة ديالي في 58 بقيت تنجيو، كنا كان كيخلي لنا الله يرحمه السي بوح حالوش، كنا كنقراو في ذاك المكان اللي هي وتيقري العيالات لهاد الشيء. كان هنا والسيمون المريني كان كيقري هنا في هذا المكان، لأنه ملي كتوصل لواحد المستوى كدوز داك الحروف البداية، كتحفظ الحروف اللي كتبدا في الحمد وكتحفظ السورة الفاتحة ولا شيء، تنقلو كلشي عند سيمون. هنا سيمون المريني كان بأنه كما سبق كان هو أقرب سكن عندنا فين زايد، لأنه مريض كلش فين زدت وفين كنجيو تما في الصباح كنشوفو الفقي جاي كنجيو، لأنه كان كيجي في ستة الصباح ولا ستة ونص باقي الظلام، كتخرجونا والدينا تما كنشوفو كنجيو معاه. اللي كيجي معاك الفقي وانت قدامو بواحد الصورة ديال الفقي كواحد المرتبة واحد الاحترام، لا لا تتصور، لأنه كتشوف الفقي كتقيسك الرعدة. إلا قال لك غير أجي هنا، لأنه ملي كتجي كتحفظ اللوحة المدة عندك حتى اثنين الواحد. الحمد لله بقيت على الصحة. المسجد أول مسجد اللي صلوا فيها الجمعة، واش حقيقة أول مسجد هي هذه ولا كان مسجد فرقي أنه في الدائرة ديال زيونة؟ زيونة كشيء لما أول جمعة صلات عندهم 49 500 تلال على أساس ذاك يعني تكون يعطيهم البلاد عمي سيمون معاهم. مشى الوليد داخل كان عنده لحية، كان عنده لحية، مشى كان يقول له كوماندان، كوماندان ديال الاسلام قال له خصك تعاوننا باش نبنوا الجامع، قال له باربا، قال له باربا ديك البيت تاع سي جعفر غير 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 بزاف غادي تكمل، بدا كيدور عندنا صح كاع كان زوج سنين يعني 10 سنوات 5 سنوات، راه باقي ذاك السعودي كيستعمل في الميزان الحالي، هذا اللي كيعمل هذا عشرة ولا عشرة فرق كذا، وكان شو أنا تجد جلا أول فت قيل اسمعنا شو اسمه اسمه مزوج اللي معه.